أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء طائرة بدون طيار مع شركة السعودية للصناعات العسكرية بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميا ودوليا من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار. نتابع. خطوة من خطوات رحلة واعدة ومسيرة طموحة نحو توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة. توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء الطائرة بدون طيار بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة السعودية للصناعات العسكرية بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميا ودوليا عبر تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار وخلق منظومة دفاعية محليا تساهم في بناء قاعدة سلاسل إمداد تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي. وسيسهم عقد التطوير الدفاعي في رفع الجاهزية العسكرية للمملكة وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وإيجاد فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية والتي تأتي ضمن إطار التحفيز وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، سيمكنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والإسهام في رفع جاهزية العسكرية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة في وقت تستهدف المملكة تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. للحديث أكثر ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء متقاعد عبد الله القحطاني. مساء الخير سعادة اللواء عبد الله، أهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية اللواء عبد الله، يعني توقيع عقد تطوير منظومة طائرات بدون طيار ومسماها حارس الأجواء مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، هل لديك تفاصيل أو معلومات عن هذه الطائرة بداية؟ سعادة اللواء تفضل. حياك الله أستاذ إسماعيل ومستمع الأخبارية في كل مكان، شكرا لك. هذا مشروع سعودي كبير يأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. سعادة اللواء ويأتي نعم نعم تفضل سعادة اللواء أسمعك. هذا المشروع مشروع كبير يعني ضمن مشاريع المملكة العربية السعودية التنموية ويستجيب لرؤيتنا السعودية 2030، وهذا المشروع مشروع كبير جدا وهو نواة لصناعات عسكرية حقيقية داخلية ضمن توطين الصناعات العسكرية بأكثر من 50% بعون الله سبحانه وتعالى. لكن هذه المنظومة الطائرات بدون طيار هي احتياج كبير جدا للمملكة، وهي ضمن مشروع استراتيجي في هذا المجال يحقق اكتفاء ذاتيا، والأهم من الاكتفاء هو الاستقلالية السعودية الداخلية الصناعية التقنية في هذا المجال، حتى لا تكون المملكة العربية السعودية ضمن دوائر مختلفة وبعيدة عن التسلح للدفاع عن أجواء المملكة العربية السعودية ولمواجهة الإرهاب بكل صدق. ثم أن هذه الطائرة يعني بمنظوماتها وبيعني أنواعها المختلفة واستخداماتها المختلفة ستكون أيضا مصدرا للتصدير ليس فقط المملكة، وإنما ستكون المملكة عبارة عن مركزا إقليميا ودوليا لهذه الصناعة وللتعاون مع الدول الأخرى. ليس أدل على هذا من أن لدينا ثلاثة أطراف محلية سعودية، هي الشركة السعودية للصناعات وأيضا الهيئة العامة للصناعات العسكرية وأيضا معهد للبحوث هو معهد الأمير سلطان الفني، سيتعاون الجميع لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. هذا هو أهم ما يعني يمكن معرفته في هذه المرحلة حول هذا المشروع، ولكن أولا وأخيرا هو يأتي استجابة لمتطلب وطني عام وضروري جدا في هذه المرحلة، ولدينا القابلية ولدينا الإمكانية، المملكة لديها إمكانية، العقول السعودية متوفرة، البحوث السعودية موجودة، الاحتياج أيضا هو قائم، ثم الإمكانية سهلة جدا. المملكة لا تقدم على مثل هذا المشروع إلا ولديها جميع المعطيات ولديها كافة الأبعاد ولديها المقدرة، وهي قادرة بعون الله سبحانه وتعالى لإنجاز هذا المشروع. نعم. مرة أخرى هو مشروع حيوي ومهم.
نعم، أبقى معي سعادة اللواء، نشاهد ويا كل مشاهدين حارس الأجواء، طائرة مسيرة سعودية. أعود إلى ضيف من الرياضة المحلل السياسي اللواء متقاعد عبد الله القحطاني، أهلا بك من جديد سعادة اللواء. اللواء عبد الله، يعني برأيك ما هي مهام هذه الطائرة؟ سعادة اللواء، يبدو أن سعادة اللواء ليس جاهز، سوف نحاول أن نعود إليه، ولكن نذكر بهذه الطائرة وأهمية هذه الطائرة المسيرة السعودية. هي مزودة بأنظمة ملاحة وتحكم آلي بالطيران، وأيضا لدى هذه الطائرة كاميرات عالية الدقة وأنظمة أيضا إقلاع وهبوط آلي. أيضا الطائرة بدون طيار تكتيكية متوسطة الحجم ومتعددة، أيضا متعددة المهام أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث أعلنت هذه الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقيع بالتأكيد عقد هذه الطائرة أو تطوير طائرة حارس الأجواء الطائرة بدون طيار مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميا ودوليا من خلال تطوير وصناعة أيضا منظومات الطائرات بدون طيار. أيضا هذه الطائرة، الطائرة المسيرة السعودية، ستساهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وترفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة. أيضا سيكون لها بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميا ودوليا من خلال تطويرها. أعود إلى ضيفي من الرياضة المحلل السياسي ومتقاعد عبد الله القحطاني، أهلا بك من جديد سعادة اللواء. سعادة اللواء، نعم، قد سألتك ما هي مهام هذه الطائرة، تفضل. شكرا لك. هذه الطائرة هي متعددة المهام، وهي طائرة تكتيكية يمكن استخدامها لأكثر من غرض، ولكن بطبيعة الحال سيكون عليها تقنيات عالية جدا، لا من حيث التصوير الكاميرات، ولا من حيث المستشعرات الأخرى، ولا من حيث الحرب الإلكترونية أو المعدات الإلكترونية على متن هذه المنظومة. وأنا متأكد بأن هذه نواة لما هو أبعد من هذا، ستكون طائرة هجومية تحمل أسلحة وتكون يعني على مستوى عالي جدا، سيكون لديها قدرات تناسب أجواء المملكة العربية السعودية وظروفها الدفاعية، وتحاكي أيضا أو تتجاوب مع المهددات والتهديدات التي تتعرض لها المملكة على الجانب الإرهابي وعلى جانب التهديد الآخر من الجيوش التي قد تهدد المملكة العربية السعودية. هذه الطائرة مهمة جدا، هذا المشروع هو كبير ومهم، وهو بداية لتقانة سعودية حقيقية، وأيضا يستجيب مرة أخرى لاحتياج القوات المسلحة، وسيساهم مساهمة كبيرة جدا في هذا المجال. نعم، طيب سعادة اللواء، أنت ذكرت نقطة مهمة، أن الطائرة بدون طيار التي سوف يتم تطويرها هنا، الطائرة المسيرة السعودية ستناسب الأجواء السعودية، هل هناك طائرات لا تناسب الأجواء في المملكة؟ لا أبدا، أنا أقصد في هذا المجال بأن المملكة ستصنعها وتكيفها على حسب ما تحتاج قواتها المسلحة وعلى حسب الظروف التي تحتاجها بها. نعم، قد يكون هناك طائرات بمنظومات أخرى في العالم لا تناسب أجواء معينة، أو قد لا يكون لديها الاستطاعة العملياتية لخوض أي معركة أو حتى لتنفيذ أي عمليات، هذا صحيح، وبالتالي المملكة هي تعلم هذه الأشياء. المخطط الذي أراد هذا المشروع هو يعلم كافة الأبعاد، وهو وضع في اعتباره أن المملكة العربية السعودية بحجم قارة ولديها ظروف مختلفة ولديها مناطق مرتفعة ولديها أيضا تهديدات، الإرهاب أصبح يأتي من كل مكان ونحن نعايش حاليا، وبالتالي هذه المنظومة هي لا تستجيب لمرحلة حالية، إنما هو مشروع استراتيجي كبير جدا لمستقبل المملكة ولمستقبل قواتها المسلحة، واستجابة أيضا للسوق الدولي وربما التعاون الدولي في هذا المجال.
هذه الطائرات أصبحت من المهام الضرورية وأصبحت أيضا من الاحتياجات المهمة جدا إذا ما علمنا أن هذه المنظومة أصبحت بيد الإرهابيين. الإرهابيين أصبحوا يتحكمون مع الأسف في نوع من هذه الأنواع، وإن كان النوع بدائي ومتخلف بطريقتهم، ولكن أيضا يحتاج إلى طائرات تصد هذه الهجمات وأيضا ترصد حركات العدو، وهذا مهم جدا. أعتقد أن هذا المشروع مرة أخرى هو ينبئ على أن لدينا رؤية حقيقية للتهديدات القادمة التي هي قد تكون مختلفة عما نواجهها حاليا. ثم أن الطائرة بدون طيار أصبحت مشروع كبير جدا يعني في دول العالم، وأصبحت لها استخدامات مختلفة حتى على القطاع المدني. وبطبيعة الحال المملكة أو القوات المسلحة السعودية وهذه الشركات المصنعة والتعاون التقني والبحوث تتبع أيضا في اعتبارها مثل هذه الاستخدامات. طب لواء، هذه الطائرة ستساهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية. سؤالي هنا، ماذا يقصد بالاستقلالية الاستراتيجية؟ هذا مهم جدا أستاذ إسماعيل. المملكة العربية السعودية كما ذكرت لك آنفا ضمن استراتيجيتها توطين أكثر من 50% من حجم الإنفاق العسكري وعلى الجانب الصناعات تحديدا، ومن هنا الاستقلالية تعني بأن المملكة هي من يصنع هذا السلاح أو هذه المنظومة أو هذه التقنيات داخل أراضيها وبأيدي أبنائها وبمتطلباتها الذاتية، حتى لا تخضع لمساومات لا مع دول أخرى ولا لظروف مختلفة قد لا يمكن التعامل معها بما يجب في حينه. الاستقلالية تعني أن الطائرة مصنعة داخليا، أنها بأفكار وبالعقول وبأيدي وبالبحوث السعودية، أنها ذات خطوط إنتاج مختلفة ومتعددة في المملكة، أنها ستستجيب لكافة التهديدات، أنه يمكن استخدامها على مستوى القوات المسلحة والقوات العسكرية بشكل عام والقوات الأمنية، أنه سيمكن أيضا استخدامها في أكثر من مجال على القطاع المدني وعلى القطاع العسكري وعلى القطاع التجاري أيضا. أعتقد المشروع ليس فقط يعني كما يبدو حاليا من حارس الأجواء هذه الطائرة، وإن كانت هي النواة وهي الأهم حاليا، وإنما هو مشروع كبير جدا يدل مرة أخرى على أننا بحاجة إلى هذا المشروع، وبأن 2030 أصبحت تنفذ على أرض الواقع، وبأن التحالفات الداخلية السعودية ممثلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية والهيئة العامة للصناعات وأيضا معاهد البحوث على غرار مركز معهد الأمير سلطان هي قادرة بجهود محلية مستقلة وبالتعاون طبعا مع الشركات التي هي تنافس طيب. وتسعى إلى أن تكون ضمن من يعمل في المملكة العربية السعودية. هذا يعطينا استقلالية، يعطينا ثقة، يعطينا سرعة استجابة، وأيضا يعطينا مهاجمة الإرهاب. الإرهاب القادم قد يكون أسوأ من الحالي، وبالتالي أنت محتاج إلى تقنيات تستطيع أن تحد أو تصد أو تهاجم هذا الإرهاب قبل الوصول. طب خلينا نذهب يا لواء عبدالله لتأثيرها، يعني ما مدى تأثيرها أو مساهمتها في ربما رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية ككل في المملكة؟ شكرا لك على هذا التساؤل. قواتنا المسلحة هي على إهبة الاستعداد دائما، وجاهزيتها بفضل الله سبحانه وتعالى عالية جدا، وما يدل عليه هو استجابتها الحالية لمواجهة الإرهاب، لحماية الحدود، لحماية الأجواء، لإسقاط المقذوفات والصواريخ العدائية التي نراها كل يوم أو على الأقل من فترة إلى أخرى. ولكن إضافة مثل هذه المنظومة إلى قواتنا المسلحة سيزيد من جاهزيتنا، سيزيد من جاهزية قواتنا العسكرية بشكل عام والأمنية، سيعطي المخطط والمنفذ العمليات مجالا أوسع لكي يدير هذه العمليات ويتحكم في مجال حيوي جدا وهو صد الهجمات الإرهابية من خلال الطائرات دون طيار واستخدامها في ذات الوقت، إما في عمليات هجومية وإما لحرب إلكترونية وإما لرصد، وهذا مهم جدا، رصد استخباري لإخراج المعلومات أو استخراجها، أو حتى قد يكون للإعماء والتمويه والجامينج أو محاولة تعمية العدو وما يمتلك من منظومات. نعم، كان معنا من الرياض المحلل السياسي اللواء متقاعد عبدالله القحطاني، شكرا جزيلا لك سعادة اللواء عبدالله المحلل العسكري والاستراتيجي.